أيها الأخوة الكرام والأخوات المؤمنات، مواصلة لموضوعنا السابق الذي ربما توقفنا عنه جمعتين، حول السؤال الكبير الذي أثرناه فيما يتعلق بأمر الإسلام والدعوة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتهينا وقلنا أن هناك احتمالات ثلاثة، وانتهينا إلى الاحتمال الثالث وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نص من بعده على من يتولى أمر هذا الدين الحنيف والدعوة الإسلامية إمامة وقيادة وخلافة من بعده صلى الله عليه وآله، وأن ذلك الأمر ليس من قبله وإنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ذكرنا أن أيضا كذلك فيما مضى ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى ذرار الأنبياء والرسل، وأن تلك سنة إلهية ربانية في أنبيائه ورسله الماضين قبل المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وتلونا عليكم الآيات الكثيرة التي نصت على ذلك صريحاً بلا مجال، يعني ليس ظاهرا، نص صريح من القرآن الكريم، حيث أن العلماء يقسمون النصوص إلى ما هو نص صريح وإلى ما هو ظاهر وإلى ما هو مجمل. وقلنا أن اصطفاء ذرار الأنبياء في القرآن الكريم نص صريح، وتتبعنا الآيات القرآنية في ذلك من أول سورة في القرآن الكريم إلى آخر السور التي ذكرت اصطفاء ذرار الأنبياء والرسل من لدن الأنبياء من نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء من قبل محمد. وقلنا أن محمداً صلى الله عليه وآله ليس بدعاً من الرسل، بل أن الله سبحانه وتعالى فضله على كافة الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه سيد الخلق على الإطلاق، وما ثبت لأي واحد من الأنبياء والرسل من كرامة وفضيلة وهبة إلهية ربانية، فلا بد أن يثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ما ثبت للمفضول لا بد أن يثبت للفاضل من طريق أولى. ثم انتهينا كذلك إلى أن النبوة والإمامة لطف إلهي رباني، وذكرنا بعض الآيات القرآنية التي ذكرت ذلك اللطف الإلهي الرباني، وذكرنا ثم انتهينا أيضا إلى أن أمر الخلافة الإلهية الربانية على هذا الكوكب الأرضي هي باقية مستمرة
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذكرنا الآيات القرآنية التي ذكرت ذلك، واستشهدنا ببعض الآيات والأحاديث كذلك التي ذكرت ذلك، وذكرنا أن قول الله سبحانه وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن ذلك الجعل ليس فقط فترة وجود آدم في تلك الفترة التي عاشها آدم بمقدار عمره، وإنما أن ذلك الخليفة هو مجعول وموجود على الأرض إلى قيام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم أيضا كذلك قلنا أن ذلك الخليفة الذي قال الله عنه إني جاعل في الأرض خليفة ليس استخلافا عاما، وإنما هو استخلاف خاص، بدليل ما أيضا فضله الله سبحانه وتعالى على الملائكة واختبر الملائكة، ثم بين فضله أمام الملأ الأعلى وأسجد له الملائكة كافة، وأن ذلك الشخص المستخلف الذي علمه الله سبحانه وتعالى كل تلك العلوم والمعارف التي لم يتحملها الملائكة ولم يعرفوها، وأن ذلك الخليفة كان واسطة فيض بين الله وبين الملائكة، فهو وعلم الملائكة فمن باب أولى أن يعلم البشرية كذلك، وأن ذلك الشخصية الذي هو واسطة الفيض وأنه يتحمل العلوم الإلهية الربانية، أن ذلك باق مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاستخلاف الخاص هذا بالتالي هو باق فينا، وإنما يجب علينا نحن أن نعرف ذلك المستخلف الخاص على هذا الكوكب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ثم ذكرت أيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله كذلك أمرنا، بأن نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، وأن ندعو بأن يبارك الله على محمد وآل محمد كما بارك الله على إبراهيم وآل إبراهيم. وقلت أن تلك الصلاة على آل إبراهيم، ونحن نطلب أن يصلي الله على آل محمد كما صلى على آل إبراهيم، فما ثبت لآل إبراهيم في القرآن الكريم لا بد أن يثبت لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن هذا الدعاء قد دعا به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل البيت والمسلمين كافة منذ أن بعث الله النبي محمد إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، والمؤمنون والمسلمون يدعون ليل نهار اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فما ثبت لمحمد يثبت لإبراهيم، وما ثبت لآل إبراهيم يثبت لآل محمد صلى الله عليه وآله. تعالوا نتتبع، أنا سبق طبعا أن ذكرت هذا الأمر في مسجد العباس، نتتبع ما أثبته الله سبحانه وتعالى لآل إبراهيم. الأول الاصطفاء،
أن الله سبحانه وتعالى اصطفى آل إبراهيم على العالمين، فلا بد أن يثبت ذلك الاصطفاء لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من باب الأفضلية من جهة، ومن باب الدعاء كذلك، ومن باب السنة الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أنه اصطفى ذرار الأنبياء والرسل. طبعا أبعاد الاصطفاء ذلك، يعني ما هي أبعاده، ما هي أسباب ذلك الاصطفاء، هذا ما يحتاج إلى بيان آخر. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فحينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، فلا بد أن تلك الصلوات الإلهية التي ثبتت لآل إبراهيم تثبت لآل محمد، ومن تلك الصلوات والبركات أن الله اصطفاهم على العالمين. ثانيا، أن الله قد جعل من آل إبراهيم أسباط، جعل منهم الأسباط، وأن الأسباط أولئك، طبعا الأسباط في اللغة العربية أصل السبط يطلق على ابن البنت، كما أن الحفيد يطلق على ابن الولد، وقد يطلق الحفيد على ابن البنت كذلك، والأسباط هم أبناء البنت. أن الله جعل من آل إبراهيم أسباطا، وأن أولئك الأسباط لهم ميزة خاصة. أولا، أن الله أنزل عليهم ألواح كما أنزل على الأنبياء والرسل، وأن الله جعلهم في عداد الأنبياء والرسل، وأن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أوحى إليهم واختارهم الله سبحانه وتعالى كما اختار الأنبياء والرسل. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هؤلاء الأسباط ليس كما ذهب بعض المفسرين للأسف الشديد، بل وأن بعضهم من الشيعة كذلك، أنهم هم القبائل التي قال الله سبحانه وتعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. من معنى القبائل؟ هؤلاء يوحى إليهم، هؤلاء في عداد الأنبياء والرسل، هؤلاء أنزل الله إليهم، هؤلاء أمرنا بأن نؤمن بما أنزل إليهم، أمرنا أن نؤمن بما أنزل إليهم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ونحن نقرأ في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، إذن أنزل عليهم كذلك، يوحى إليهم. ومن الذي يوحى إليه؟ كده مجرد قبائل يوحى إليهم؟
إن قال تعالى في سورة النساء آية 163: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أوحينا إليك كما أوحينا، يعني الوحي الذي جاءك كالوحي الذي جاء إلى نوح وإبراهيم والأسباط في عدادهم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إذن هؤلاء الأسباط ليس الذين ذكروا أنهم قبائل في سورة الأعراف وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هناك أسباط بمعنى أمة قبيلة، أما هنا أسباط هؤلاء أشخاص خاصين مختارين اختارهم الله. طيب كم عدد هؤلاء الأسباط؟ أجمع المفسرون كافة من المسلمين جميعا على أن هؤلاء الأسباط 12 أسباط، وأن الله أوحى إليهم وأنزل إليهم كما أنزل إلى الأنبياء والرسل، وأننا مأمورون بأن نؤمن بهم ونؤمن بما أنزل إليهم. وهذه كرامة الله على آل إبراهيم. كذلك أن الله جعل من آل إبراهيم 12 نقيباً، 12 صريح القرآن، 12 نقيباً. في سورة المائدة قال تعالى: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً. بعثنا من هم الذين يبعثون؟ أنبياء والرسل الذين يبعثون. إن الله بعث منهم 12 نقيباً. إذا آل محمد أيضاً يجعل الله فيهم 12، إلا أن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وآله، وبقيت الإمامة في ذريته. إنا أوحينا إليك، وهنا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وعندنا الرواية المشهورة عند الفريقين كافة وأجمع عليها الفريقان بلا خلاف، والرواية التي يرويها مشهورة الرواية صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله بطرق متعددة: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش، الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش. هؤلاء في أهل محمد، وهناك الله سبحانه وتعالى يقول في أهل إبراهيم بعث منهم 12 نقيبا وجعل منهم أسباط، والأسباط 12. فما ثبت لآل إبراهيم يثبت لآل محمد صلى الله عليه وآله. رابعاً، أن الله سبحانه وتعالى قد آتى آل إبراهيم الحكمة والكتاب، الحكمة والكتاب آتاها الله سبحانه وتعالى آل محمد آل إبراهيم. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
الكتاب علم الكتاب، علم الكتاب، والكتاب الذي نزل علينا هو القرآن الكريم. وهناك الله سبحانه وتعالى أنزل على آل إبراهيم من قبل محمد الكتب السماوية، صحف إبراهيم، التوراة، الإنجيل، زبور داود، والأنبياء الذين أنزلت عليهم الكتب والصحف في آل إبراهيم. هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أتى على إبراهيم الكتاب والحكمة، فلا بد أن يأتي آل محمد صلى الله عليه وآله الكتاب والحكمة، علم الكتاب في آل محمد. ولذا جعلهم الله عدل الكتاب: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا الحديث قد أجمع على صحته المسلمون كافة. والله قد جعل الكتاب والحكمة في آل إبراهيم، ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ويصطفي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فما جعله الله لآل إبراهيم هو في آل محمد صلى الله عليهم أجمعين أكثر وأكثر. كذلك أن الله جعل في آل إبراهيم الأئمة، هذه النقطة الخامسة، أن الله جعل فيهم الأئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنين. جعل منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وهؤلاء آل محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل يا شيخ، تفضل. فما ثبت لآل إبراهيم يثبت لآل محمد صلى الله عليه وآله. وقال تعالى في آية أخرى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، حينما تحدث عن ذرية إبراهيم في سورة الأنبياء آية 53: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة والبركات عليهم في أهل البيت عليهم السلام. قال تعالى في سورة هود الآية 73 من سورة هود: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله على أهل البيت وبركات الله على أهل البيت، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت لهم خاصة، لهم اختصاص خاص، لهم اصطفاء خاص، لهم رحمة خاصة، لهم كرامة خاصة، لهم منزلة خاصة. ويجيك ابن خلدون في كتابه المقدمة، قبل بس كم يوم كنت قارنها،
يقول: وشد أهل البيت، عدد المذاهب أول، المذاهب مذهب مذهب، ولما عدد المذاهب الإسلامية بعدين آخر شيء قال: وشد أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به. هؤلاء الذين رحمة الله وبركاته عليهم أو يجيك أحد المفسرين في كتابه الظلال في تفسير القرآن، في ظلال القرآن، يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وش يفسرها؟ يقول: أنا هذه دعوتي وجيت إليكم وإنزال القرآن ودعوتكم إلى هذا الدين إنما هو من باب المودة في القربى، أنا أحبكم. لقريش يعني، هذا يختزل دعوة محمد صلى الله عليه وآله بس في قبيلة قريش، حتى مو للبشرية كافة وللعالمين كافة. يفسرها: هذا من باب المحبة لكم، أنا أحبكم، أنا قل لا أسألكم عليه أجر، أنا ما أبغى أجر، إلا فقط إلا من باب المودة في القربة، هذا من باب المودة والمحبة في القربة. كذلك جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب كما آتى آله الكتاب والحكمة. الحكمة طبعا العلم والمعارف. يقول الإمام الصادق عليه السلام: العلم في هذا البيت، فمن شاء فليشرق ومن شاء فليغرب. جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تعال افهم شوي، وقف شوي، دبر شوي، اقرأ القرآن بتمعن وتدبر. الله أمرنا أن نتدبر في كتابه. حينما تقرأ كتاب الله اقرأ بتدبر وتمعن، تقف تقرأ هذه الآيات، تمر عليك هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى دائما يذكر ذرية الأنبياء، ذرار الأنبياء، ذرار الأنبياء، آل موسى، آل هارون، آل دائما آل داود. آل إبراهيم، آل عمران، ما توقف، ما تثيرك هذه. فالله سبحانه وتعالى كما اصطفى آل إبراهيم اصطفى آل محمد، بل اصطفى آل محمد أفضل وأفضل. وسبق أن قلت أن هذا الدعاء كما هو مروي: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، مروي كذلك: اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. فالصلوات والبركات التي صلاها الله على إبراهيم وآل إبراهيم لا بد ومن باب أولى تثبت لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وفرجهم. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا ذلك اليوم الموعود الذي يجعل الله فيه الكرامة الكبرى لمحمد وآل محمد.
طبعا هذا استقراء سريع إلى هذه الآيات الكريمة، ومن أراد أن يتتبع أكثر فأكثر فدونكم كتاب الله والتفاسير التي شرحت هذه الآيات المباركة والروايات الواردة كذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.